التحسين واداره الاراضي في المناطق الجافه وشبه الجافه. الموضوع ده كبير مش هنقدر نغطيه، يعني هو عايز مؤتمر مش محاضره. تمام؟ هنحاول نتكلم فيه ان شاء الله على قد ما نقدر، وفي الاخر ان شاء الله نبقى ايه؟ متسع، في متسع للاسئله. تنفيذ وصيانه التحكم في الاملاح. تنفيذ وصيانه مشاريع الري لا يشتمل فقط على توصيل مياه الري للارض، ولكن ايضا التحكم في الملوحه والقلوية. جوده مياه الري وطرق الري وحالات الصرف يساهمون في التحكم في الملوحه والقلوية. فانشاء مشروع الري الاراضي الملحيه في البدايه تتطلب ازاله الاملاح الزائده، وقد تتطلب محسنات طرق في البدايه، عاده لو انت في نسبه املاح عاليه او في قلوية عالية، عادة في البداية كتير من مشاريع الري بيبدأ في إضافة، مثلا هنا في مصر منتشر إضافة الجبس الزراعي. من ناحية أخرى، الأراضي غير الملحية في البداية قد تصبح غير منتجة لو سمحنا بتراكم الأملاح فيها أو الصوديوم المتبادل. السبيشال براكتسز فور سالينيتي كنترول، هنتكلم عن الحكاية دي في التفصيل عشان نبدا نختصر عليكم شويه. ده شكل لتراكم الاملاح في الري بالخطوط، الفارو اريجيشن اللي موجود في الدلتا. الجزء الاحمر اللي فوق ده قمه الخط، هو ده اللي دايما بيتراكم فيه الاملاح. عشان كده احنا دايما بنختار نزرع في الجزء الاوسط من الخط، مش في قمه الخط. وده ينطبق في اي حته، لو انت هتزرع على مصاطب، لو هتزرع في اي وضع، اعرف ان اعلى نقطه هي اللي هيتراكم فيها الاملاح، لان هي دي النقطه اللي هيتم منها البخر، وبالتالي النبات مش المفروض يكون موجود في النقطه دي. تمام؟ كمان زي ما انتم شايفين من الاماكن اللي فيها مرتفعه الاملاح بطن الخط من تحت بس على عمق. دي الانواع المختلفه من الري واماكن تراكم الاملاح. يعني هنا ده في الري بالخطوط، الميه بتبقى جايه من الواطي، تراكم الاملاح يبقى في العالي، وبالتالي لو انا حطيت الشجر في العالي هيتاثر بالاملاح. لو انا بروي بالسبريكلر او بالبيفوت، لو النباتات دايما في منطقه الجذور هتبقى مغسوله، لان الميه جايه من فوق وتراكم الملح بيبقى لتحت. لو احنا بنروي بدريبر او بالري بالتنقيط، المنطقه اللي حوالين جذور النبات بتكون مغسوله، وافقيا الـ 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 الاملاح بتتراكم. انا ممكن اشاور لكم هنا دي اماكن تراكم الاملاح اللي هي الحمراء، والاماكن الزرقاء هي اللي فيها نسبه املاح منخفضه. ده هنا السب سويل اريجيشن، الاملاح طبعا ده برضه لا ينصح بيه، لان تلاقي الاملاح قليله تحت بس الاملاح بتتراكم عند النبات. يبقى احنا اللي انسب بالنسبه لنا هو دريب اريجيشن والسبرينكلر اريجيشن او البيفوت اريجيشن. تراكم الاملاح وتوزيعها على التربه بتختلف في الري بالتنقيط. عاده التراكم الاملاح بيبقى على حافه منطقه الابتلاء، وده هنا بنشوف نسب الاملاح المختلفه مع المحاصيل المختلفه على حافه الابتلال من الري بالتنقيط، العنب، الخوخ، والزيتون. اوكي، وهنا بنوضح ان بعض الجفاف في الاراضي لما تكون الارض تقيله لفوق بيكون في فرصه لغسيل الاملاح اكتر للقطاعات اللي تحت. لو الارض الخفيفه هي اللي فوق بتتغسل صحيح الطبقات العليا، ولكن بتتراكم بكميه اكبر بكتير في الاماكن السفلى. احتياجات الصرف هنتكلم عليها ببساطه. هنا بنقول ان لما يكون عندنا الماء الارضي، وده منتشر في كتير من الاراضي الصحراويه، لما تكون في عندك طفله قريبه، مجرد ما بتبدا تروي انت بتلاقي نفسك كونت ماء ارضي قريب، فلازم تختار انواع محاصيل تسمح لك بصرف الماء الارضي ده، يتخفض لك من ارتفاع الماء الارضي وتفتح الصرف. فاختيار انواع من الاشجار المتحمله للطفله والاملاح اللي تفتح الصرف، وتقدر من فوق تزرع انواع ثانيه من المحاصيل الاخرى، تعمل انتر كروبنج او انك تحمل محصول على محصول. هنا دخلنا في اهم النقاط اللي انتم منتظرينها من اول محاضره،
الأنواع المختلفة من محسنات التربة. وهنا هنتكلم رقم واحد على محسنات التربة اللي بتعمل على إحلال الصوديوم المتبادل اللي في التربة. أول نوع أنواع اللي فيها الكالسيوم اللي نسبيا زي كلوريد الكالسيوم والجبس. طبعا في فرق كبير بين الذوبان بتاع كلوريد الكالسيوم والجبس، ودول بنستخدمهم في بعض الأراضي بغرض طرد الصوديوم من أسطح المصاص الطين. المحسنات التانية هي الأحماض أو المكونة الأحماض زي الكبريت، حامض الكبريتيك، حامض الكبريتيك مكتوب مرتين، حامض الكبريتيك، وفي سلفات كبريتات الحديدوز، هو اللي اتشال وتحط مكانه حامض الكبريتات الحديدوز وكبريتات الألمونيوم والكبريت مع اللايم سلفر، وبعدين اللي فيها كالسيوم قليل أو شحيح الذوبان زي كربونات الكالسيوم أو اللايم اللي جاي من مصانع السكر، مخلفات مصانع السكر. لما نيجي نبص على كفاءة معظم هذه المحسنات اللي موجودة ومتوفرة هنلاقي كفاءتها منخفضة جدا. يعني الكالسيوم كلورايد يمكن يكون بيحقق ان هو بيطرد نسبيا الصوديوم، بس في الاخر بيسيب لنا نسبة صوديوم كلورايد عالية. الجبس بطيء جدا في الحركة، محتاج منه كميات كبيرة، وفي نفس الوقت الكميات اللي بينصح باضافتها بترفع نسبة الكالسيوم جدا في التربة. مظبوط، تمام. وفي نفس الوقت ده بيحد من امتصاص عناصر اخرى زي ايه؟ عناصر اخرى دي اللي اتكلمنا فيها قبل كده، اتكلمنا فيها في اللي هي في السمين، تمام. الكبريت، وده عادة عشان يحصل له أي استفادة لازم يحصل منه أكسدة، وعادة معظم الأراضي بتاعتنا بتفتقر في الظروف اللي تسمح بأكسدة الكبريت، وبالتالي في معظم الأحوال اللي بيضيفوه واللي منكم عارفينه يدور عليه بعد سنة يلاقي زي ما هو، يبص يلاقي كده يقلب في التربة يلاقي التربة فيها نقاط صفرة كده، معناها إنه زي ما هو. برضه مش معنى إن أنت لقيته متأكسد نتيجة إضافة مادة عضوية معنى ذلك إن هو متأكسد للفورم اللي أنت عايزه او اللي هيجيب نتيجه، بس بتبقى عارف ايه اللي هيعمل الاصلاح. يعني حامض الكبريتيك، وده من اكبر المشاكل في هدم البناء الارضي اللي احنا بنتكلمنا عليه وهجره التربه وتكوين الهارد بانز تحت التربه، ليه مشاكل متعدده وكمان بيحد من امتصاص كتير من العناصر. سلفات الحديدوز برضو ليها اضافتها بكميات كبيره هتاثر على امتصاص الفوسفور وعلى عناصر اخرى، كفائتها مش ذات فايده. سلفات الالومنيوم كمان ليها بعض المشاكل. اللايم مع السلفر نسبيا بيشتغل في بعض انواع الاراضي مش مناسب قوي، لان انت عندك اللايم ده بطيء جدا في الحركه وبالتالي نتائجه هتبقى صعبه. الكبريت اكسبته هتبقى فيها مشكله. الجراوند لايم ستون او اللي هو كربونات الكالسيوم المطحونه دي نسبيا بتنفع في بعض الاراضي اللي فيها نسب ميه عاليه، بس برضه بالنسبه لنا هنا هتبقى الذوبان بتاعها بطيء ونتائجها بطيئه، وكذلك اللي فيها نسبه مغنيزيوم اللي جايه من مصانع السكر. دي مقارنات بين انواع المختلفه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. السلفوريك اسيد المهم بالتربه زي ما قلت لحضرتك، هو لو انت هتستخدمه بكميات محدودة جدا لتسليك النقطات مفيش مشكلة، لو هتستخدمه بغرض خفض البي اتش لا انصح بذلك، لان ده ليه اثار سلبية كتيرة جدا على هدم بناء التربة. يعني بيحد من امتصاص بعض بيحد لا هي تأثيره في ازاي؟ بيأثر على التربة نفسها. مش المفروض ان انت تستخدمه هو نفسه بغرض علاج الاملاح او خفض الجيش، انت ممكن تستخدمه بغرض تسليك النقطات، لان النقطة انت حضرتك هتستخدمه وانت بتستخدمه هيجي مع مية الري، فهيخفض البي اتش امتى؟ اثناء الري، مش كده؟
طيب اول ما هتوقف ري انت اثناء الري النبات ما بيعملش اي نوع من الامتصاص لان كل المسامات مشبعه بالميه مش هيقدر يمتص غير لما يبدا الهواء يدخل التربه. مجرد ما الهواء دخل التربه بدات دورات الجفاف. مجرد ما بدات دورات الجفاف معناها الكبريتات بدات تتفاعل مبدئيا مع الكالسيوم اللي موجود وتدخل في صوره جبس. تمام؟ غير بقى ده مع الوقت هيبدا يهدم لك طبقات التربه اللي فوق، يهدم لك البناء الارضي ويعمل لك مايجريشن للكالسيوم كربونيت للطبقات تحت ويتكون طبقات صم. اوكي؟ وبالتالي في بعض الاحوال زي وجود التربه الجيريه استخدامك للحامض الكبريتيك هيخليك في الاخر تحصل على بي اتش اعلى من البي اتش اللي كان موجود قبل الري، لانك هتبدا تهاجم حبيبات كربونات كالسيوم كانت غير نشطه وتحولها لنشطه. تمام؟ طيب المقارنه هنا بين انواع المحسنات المختلفه بناء على التحليل خارج التربه مش بناء على الكفاءه. يعني ما بنقول احنا الطن من الكبريت بيقابله قد ايه من المواد الاخرى عشان تعمل عمليه الاصلاح في التربه. دي عمليه حسابيه بحته خارج التربه، تنفيذها بيختلف من تربه لتربه، ما نقدرش نقول ان ده بيتعلق بالكفاءه ابدا. الحقيقه في وسط اللي احنا عرضناه ده يمكن من اكتر الحاجات اللي احنا نقدر نقول عليها ليها نتائج ايجابيه نسبيا هي الكبريت العنصري اللي نقدر نستخدمه نحصل بيه على نتائج دون ما يحصل على اضرار. ده لو حصل له عمليه اكسده. مش دايما استخدام الكبريت برضه بيجيب نتائج عاليه. دي تجارب للفول البلدي فوق بتوضح ان الكنترول نمو اعلى من 2 طن من الكبريت في الارض التانيه. في حين ان التربه الصوره اللي تحت بتوضح زياده انتاجيه الفول السوداني بكثره بالنسبه للكنترول باضافه الكبريت. الماده الادويه في كيس كبيره؟ في طبعا كل حاجه. انا هقول لك دلوقتي في الاخر كل حاجه تجيبها ازاي. ما تقلقش. كل حاجه تجيبها ازاي؟ سواء المحاضره او الاصول، انا اللي بتكلم عليه ده لا يزيد عن 3-4% من اللي انا كنت بحاول اقوله يعني. انواع اخرى من محسنات التربه اللي بتعتمد على زياده السعه التبادليه الكاتيونيه. محسنات التربه اللي بتعتمد اساسا على زياده السعه التبادليه الكاتيونيه. تمام؟ من محسنات التربه دي اللي بتعتمد على زياده السعه التبادليه الكاتيونيه اول حاجه الماده العضويه اللي بتزود الماده العضويه في التربه اللي منها الكومبوست والاحماض العضويه والاحماض الهيوميه اللي بعضها بنقدر نستخدمه لرفع السعه التبادليه الكاتيونيه في التربه وبالتالي تخفيف اثر الاملاح وكمان تخفيف اثر الاكسشينج الصوديوم. الفحم في بعض انواع من الفحم النشط دلوقتي بيستخدم هو مفيش حد بعدين طيب. في بعض انواع من الفحم بنقدر نستخدمها عشان تسحب الغازات وبتسحب جزء من الاملاح. انا لقيتهم بيستخدموها في اماكن كتير بس طبعا لازم تشيلها بعد شويه لانها تتشبع وتبقى لازم تحركها. النوع الثاني الكالسيوم السائد المخلب على احماض عضويه او كاربوكسيليه اللي عنده ليميتد افكت او تاثير محدود على الصوديوم المتبادل. وده في منتجات منه معدوده سوري كتير في السوق بتنتهي باسم سال عاده بتنتج في اسبانيا يعني. المالتي بيربس ادفانسد سويل امندمنت او محسنات التربه متعدده الاغراض. دي بتقوم بخفض ملوحة التربة الـ TDS، خفض قلوية التربة الـ pH، خفض نسبة الصوديوم المتمص الـ ESP، زيادة السعة التبادلية الكاتيونية الـ CEC، وتحسين البناء الأرضي. محسنات التربة ديت معروفة تجارياً وعلمياً باسم نايل فيرتايل أو مخاليط الكبريت السماديه.
نايل فرتايل او سلفر فرتلايزر ميكتشرز. ده هنا بيوضح تكسير السلفر فرتلايزر ميكتشرز او الاس اف ام على القمح والالفالف والبرسيم والذره مقارنه بالكبريت العادي والكنترول، وازاي ان هو في متفوق دائما في نتائجه عن الكبريت العادي والكنترول. مخاليط الكبريت السماديه او الاس اف ام بتزود عملت مضاعفه في امتصاص الفسفور، الحديد، المنجنيز، وكمان حدت من امتصاص النيكل والرصاص. مخاليط الكبريت السماديه هنا بتزود امتصاص النحاس والكوبر، وفي نفس الوقت بتقلل امتصاص العناصر الثقيله. اختيار اماكن الاضافه اللي بتؤدي لحركه امتصاص العناصر شيء مهم جدا، خاصه في الاراضي الجيريه اللي حركه العناصر فيها بتبقى صعبه. إضافة مخاليط الكبريت السمادية مقارنة بالكبريت العادي أو الفارم يارد مانيور أو المادة العضوية تفوقت في زيادة امتصاص الفوسفور والحديد والزنك. كمان امتصاص الفوسفور بإضافته مع مستويات مختلفة بالكبريت ومقارنة ده بمخاليط الكبريت السمادية وضح إن امتصاصه كان أعلى في أماكن مختلفة في التربة وكمان في المحصول.